الأخوة المشاهدين، طابت أوقاتكم ونحييكم في بيتكم الثاني ومكانكم الثاني، برنامجكم برنامج وسم، اللي دائما نبحث فيها أنا وأخوي أبو عبد الله عن المواضيع القيمة، المواضيع الهادفة، المواضيع الواقعية اللي صراحة نعيشها ونحاول قدر الإمكان نحث صراحة على يعني إبرازها وتعزيزها في نفوسنا، لأنه والله كثير صراحة من المواضيع القيمة والاجتماعية اللي عاشوا عليها أهلنا الأولين بدينا اليوم أعتقد نفتقدها أبو عبد الله. نعم. وإن شاء الله الخير موجود. أيوة. وإن شاء الله أنتم كلكم خير وبركة، لكن حنا من باب الذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. أي نعم. واليوم أبو عبد الله كعادته يأتينا دائما بالدرر والجواهر والألماس، وهذا الشيء لا يستغرب عليه، وعنده موضوع قيم جميل وسلط الضوء عليه أبو عبد الله يعني من خلال بحثه واهتمامه وجهوده اللي نشكره صراحة عليها كل الشكر. فنحييك يا أبو عبد الله ونقول لك تفضل يا أبو عبد الله. الله يرضى عليك، حياك الله أخوي ومطلق، فرصة سعيدة التقي معاك وأشكرك على هذا التقديم الجميل وحسن ظنك أيضا، وأيضا أرحب في الأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، حياكم الله وتقبل الله طاعتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا في هذه الأيام المباركة. حديثي معك أخوي أبو مطلق ومع الأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات حول شعيرة الحج العظيمة وما لها من أثر على الروح الكويتية، على المجتمع الكويتي. طبعا هذه الشعيرة لها أثر كبير جدا على العالم الإسلامي. نعم صح. من أقصاه إلى أقصاه. نعم. وما في يعني مزايدة في هذا الموضوع، يعني مو معناته أن فقط المجتمع الكويتي هو المتأثر، جميع العالم الإسلامي يتأثر، لكن أنا في هذه الوقفة في هذه الشاشة الكويتية أبي يعني أركز دائرة الضوء على مدى تأثيره على المجتمع الكويتي. وبعدين الحج وحملات الحج له تاريخ في المجتمع الكويتي، وأنا في الحقيقة بعض المعلومات هني المهمة أنا مدين فيها للشيخ عدنان الرومي وأيضا صالح المسباح والدكتور خالد الشطي جزاهم الله خير، قاموا ببحث قيم جدا. أتمنى أن هذا البحث القيم اللي يتصل في موضوع حملات الحج الكويتية على الإبل والتاريخ لها، لأن بالغ الأهمية صراحة، رصد ناحية تاريخية مهمة يعني تمت الغفلة عنها لمدى بعيد. طبعا رحلة الحج في الكويت بدأ التاريخ لها على حسب ما وجدت في هذا البحث وغيره من عام 1900 بالضبط، وكانت تقترن بداية التوثيق للحج مع أمر رئيسي وهو الاستقرار السياسي في المنطقة. ما يخفى على أحد، أي باحث في التاريخ يذكر أن قبل هذا الزمن كان في هناك يعني حروب في المنطقة، وكان في هناك قطاع طرق، وكانت في هناك مشاكل وعدم استقرار والأمن عدم. أي نعم. لكن في عام 1900 استقر الحياة السياسية في الكويت في عهد الشيخ مبارك الصباح، وفي عهد الملك عبد العزيز رحمة الله عليهما في هذا الوقت استقر الوضع السياسي، فأمنت الطرق واستطاعت الحملات الحج أن تقوم بدورها اللي تقوم فيه. من ذاك الوقت إحنا بدينا نعرف فعلا ونوثق لحملات الحج وتاريخ الحج ومدى أثر الحج على هذه المجتمعات بما فيها طبعا المجتمع الكويتي. طبعا حملات الحج أيضا كانت تتعثر بسبب عدم أمن الطريق ولسبب آخر بالغ الأهمية وهو شيوع الأوبئة. يعني تخيل في عام 1845 طبعا تعرض الحجاج لقطاع الطرق، والحجاج كانوا يمرون من فارس والبحرين والكويت في منطقة الدهناء في المملكة العربية السعودية، تعرضوا لقطاع الطرق وصارت لهم مشاكل وكانت تتكرر مثل هذه الحادثة، بالإضافة إلى شيوع الأوبئة والأمراض التيفوئيد وأيضا الكوليرا. ويكفي أن نعلم أن في سنة من السنوات في القرن التاسع عشر يعني مات أغلب الحجاج، ثلاثة أرباع الحجاج ماتوا بسبب شيوع الوباء آنذاك، بسبب طبعا ضعف الإمكانيات الصحية لتدارك مثل هذه الأمراض. أي نعم. سبحان الله. أي نعم. كلام جميل يا أبو عبد الله، ولا يستغرب منك طال عمرك، وحنا يعني ما زلنا متشوقين للاستماع أكثر. أي نعم. ولكن فاصل بإذن الله بسيط الأخوة المشاهدين ونستمر معكم بإذن الله.
الأخوة المشاهدين، وكما يقولون عدنا والعود أحمد، وما زال الحديث مستمر مع أخوي أبو عبد الله عن الحج، هذه الشعيرة العظيمة، وكيف كانوا الناس في السابق يرتحلون إلى مكة المكرمة من خلال الإبل، وما يلقون يعني من تعب ومن مشقة ومجهود صراحة مضاعف. إحنا اليوم بفضل الله نركب على السيارات من فضل ربي، ولا على هالطيارات يا ربي لك الحمد، يعني ساعات يسيرة قليلة، لا وبعد ما شاء الله في الطيارة بعد تقدم لك وجبة. أيوة هاي أبو عبد الله. أيوة الله، وقاعد مصون ومحترم. نعم. وقاعد مكان نظيف صراحة، يعني نقول الله يجازي هن بالخير. أيوة الله. اللي صراحة عانوا وتعبوا يعني في هالموسم العظيم، وكم من شخصيات نعرفها يذكرونها والله يا أبو عبد الله بالاسم. صحيح. يعني سبحان الله، راح وارتحل من الكويت وما وصلوا للحج. اللي مات في جوع، واللي مات من برد، واللي مات من حر، واللي ضاعوا. ترى الدليلة ذاك الوقت، وإن شاء الله نخصص الحلقة الدليلة. الدليلة كان لأشياء عظيم في ذاك الوقت، لأن قبل لا في طال عمرك تلفونات فيها بوصلة ولا صحيح. في أجهزة ولا في أحد حتى تسأله طرق. يعني خالية وخاوية ومخاوف وانعدام أمن. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني يقبل منهم. آمين. أيوة آمين. أي والله، أي والله. فيا ليت تتحفنا يا أبو عبد الله. الله يرضى عليك. الحج له أثر كبير جدا على شخصية الإنسان الكويتي، وعلى كلماته، وعلى أدبه، لأن الرحلة هذه كانت شاقة يعني. وفي السابق مو الكل كان يتمكن من توفير نفقات الحج. يعني تخيل الشيخ عبد الله خلف دحيان رحمة الله عليه، الشيخ المعروف، الشيخ الكويتي الشهير، حج في عام 1906، وحج من نفقة مرزوق داود البدر أحد المحسنين في الكويت. فأثنى عليه في أثناء قصيدة طويلة كتبها في رحلة الحج هذه، يقول: جزى الله مرزوق الرضا عن فعاله، وأولاه إحسانا وحسن الشمائل، رآني أعاني حمل شوق إلى الحما، أي إلى الحرم، حلو، فساعدني بالحمل فوق الرواحل. قصيدة طويلة أكثر من 100 بيت كتبها الشيخ عبد الله خلف الدحيان، يتكلم فيها عن رحلته، مما يؤكد يعني هذا المقطع يؤكد دور العمل الخيري في تيسير الحج للناس. عرف عدد من الخيريين المهتمين في العمل الخيري من قبل نشأة اللجان الخيرية المعروفة اليوم، إنهم يحججون الناس الغير قادرين على الحج، وهذه من سمات المجتمع الكويتي والشخصية الكويتية. منصور الخرقاوي الشاعر الكويتي المعروف، الله الله الله, الله يرحمه، يعرفها الأسامي والله. وسبق أني أنا التقيت معاه مرة واحدة، وأبدأ إعجابه بالمتنبي، وكر لي مجموعة من أبياته يحفظها وينطقها باللفظ العربي الفصيح، على الرغم من أنه شاعر من الشعراء الشعبيين. نعم. كما هو معلوم. الله. حجت والدته وهو ما قدر أنه يقوم بمساعدتها للحج لظروف عاقته عن ذلك، فيقول: عاقني عن شوق بيتك والحرم، عارض وياي من مدة سنين، يا خفي اللطف يا باري النسم، ألطف بحجاج بيتك زايرين. زين، من سموم الصيف، يعني يبدو أنهم حاجين في نفس هذه الأجواء الحارة شديدة الحرارة. فيقول: من سموم الصيف، من حر النسم، شرها وحرورها بمرك يهين. الله أكبر. الأطفال في السابق أيضا كانوا أهازيجهم تتأثر بشعيرة الحج. كلنا نذكر: أعطونا الله يعطيكم بيت مكة يوديكم. كانوا يقولونها الأطفال للي قادمين من الحج، ينتظرون منهم العطاء، لأنهم جايين من رحلة شاقة ومعاهم الصوغة وكذا. وأيضا: صيني على صيني، يا ربي تهديني، وزور بيت الله وشوف حبيب الله. شوف الله. أهازيج الأطفال ومدى تأثرها بمثل الله. هذه الأمثال الكويتية أيضا تأثرت بهذا. من الأمثال الكويتية الشهيرة: من حج فرضه شو يقولون؟ قضى برضه. من حج فرضه قضى برضه. وأيضا يقولون: أطهر من حمام مكة، لتصورهم لطهرة بيت الله الحرام. وأيضا لبغوا يعبرون عن مشقة طريق أو بعد مسافة أو استحالة وصول إلى شيء. نعم. يقولون لحجة البقر على قرونها. نعم. عرفت. والشعراء أيضا يعني كان منهم محمد أحمد المشاري، له قصيدة عذبة جدا جميلة من أروع قصائد الكويتية في هذا الشأن، يقول: لك الحمد. طبعا توفي هو دبلوماسي رحمة الله عليه، وسفير محمد أحمد المشاري، شاعر مقتدر، توفي في عام 2000 رحمة الله عليه.
يقول لك الحمد يا ربنا والنعم، لك الملك والمنتهى والعظم، فأنت الرحيم وأنت الكريم وأنت الحميم ونعم الحكم. ويا رب هذه جموع الحجيج تزاحم أفواجها كالخضم، بلبيك لبيك ضجت ألوف ورددها كل قلب وفم، تكاد تشارك فيها البطاح ويهتز مما يجيش الأكم. الله. إلى آخر طبعا هذه القصيدة البديعة. فالحج في الحقيقة شعيرة لها أثر على الشخصية الكويتية في أدبها وخطبها وكلماتها، وأيضا في تلفازها الشاشة أكيد. أيضا يعني تتفاعل مع هذه القضية الدينية الإيمانية. الله يقويك يا أبو عبد الله، شاكر لك صراحة تناول الحج من جانب أدبي، وهذا صراحة شيء غير مسبوق ما شاء الله. الله يقويك يا أبو عبد الله. أمين. ولا فضفوك مثل ما يقولون. الله يرضى عليك. ونراكم الأخوة المشاهدين إن شاء الله في حلقات قادمة، والسلام.